لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بحر المنوعات. اهلا وسهلا بكم في قناة بحر المنوعات. النهاردة معانا مهمة جديدة، تعالى اوريكم تتعمل ازاي. اهو بيقول لك اقتل 9 من الاعداء باستخدام طلقات في الرأس، يعني لازم تضرب الشخص او العدو، لازم تضربه في دماغه، يعني لو موته ضربته في جسمه مش تحسب المهمة. بيقول لك موت 9 من خلال طلقات الرأس، يعني لازم يموت. يقول لك مات بالرأس، ما ماتش بأي حتة تانية، يعني ما قتلتش وخلاص. يعني يلا تعالوا بينا اوريكم ازاي تموتوه بالرأس. يلا نخش اللعبة، انا موت 4 اهو، فاضل 5. يلا بوريكم دلوقتي ازاي تموت الرأس، او اوريكم ساعة اخر واحد، اوريكم اخر واحد 9 قبل ما اجمع، اوريكم اقول لكم ده اخر واحد في المهمة، واوريكم دلوقتي. يلا المهمة ممكن تعملها في اي حتة في الخريطة، في اي خريطة، في سنهوك، في بارادايس، في اي حتة في اللعبة، مش شرط في مكان معين، يعني في اي حته في الخريطه الكلاسيكيه، اللي هو رينجل، ميريمار، سانهوك، ليفيك، اي خريطه. مهم تموت 9 طلقات الراس، يعني واحد زي ده كده اهو، بص تديله واحده كده في دماغه كده يموت، يبقى خلاص. يلا تعالى نخش اللعبه اوريكم ازاي. اهو يا جماعه اخر واحد اهو، بص لازم تضربه اهو، قال لك قتلته كده، انا عملت مهمه خلصت خلاص. يلا اول ما اجمع ان شاء الله هوريكم بره، ده كان اخر واحد، ده التاسع. ادي اوريكم واحد تاني اهو، اهو لازم في الراس اهو، لقط الراس كده. خلاص خلصت المهمة. يلا اول ما اجمع بره ان شاء الله هوريكم التجميع. دلوقتي جينا وقت التجميع اهو يا جماعة. اهو 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 جمعت اهو، اقتل 9 من الاعداء باستخدام طلقات الرأس. اي خريطة من دول بقى، اي خريطه من دول، من الخمسه دول تخشها تموت 9، اضربهم في دماغهم زي ما وريتكم كده في اللعبه، تبقى انت عملت المهمه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله استنوني في فيديوهات جديده. ما تنساش تشترك في القناه، قناه بحر المنوعات. شكرا، السلام عليكم. لا تنسى الاشتراك في القناه، قناه بحر المنوعات.